إلى الكرة الطائرة الآن. مسابقة الرجال، مباراة المركزين 9 و10 انتهت بفوز العراق على فلسطين 3-0 بالتغيب، فيما مباراة المركزين 7 و8 انتهت بفوز المنتخب السعودي على المنتخب الأردني 3-0 بواقع 25-22 25-19 و25-18. بهذا الفوز يحتل المنتخب السعودي المركز 7 في المسابقة، فيما يعود المركز 8 لمنتخب الأردن. نهاية المباراة وفوز السعودية إذن بالمركز 7. في الدور نصف النهائي مباراة الكويت ومصر، الفوز لمنتخب مصر 3-0 بواقع 25-22 25-22 و25-18. بالتالي يتأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية لمقابلة الفائز من مباراة قطر والجزائر. مباراة كبيرة للمنتخب المصري تمكن من خلالها من التأهل للعب على الذهب أمام الفائز من منتخب قطر والجزائر. إلى هذه المباراة نصف النهائي الثانية، فوز قطري عريض بنتيجة 3-0 بواقع 25-20 25-21 و25-20. فوز كبير لمنتخب قطر وتأهل ثانٍ للعب على الذهب في إحدى مسابقات الألعاب الجماعية.